السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان وصفتي يكون عجبوكم وراق الاعجاب ديالكم ان شاء الله بحول الله. قلت علاش لا بغيت ندير لا كريم باتيسري، باتخصني فيها صفر البيض. علاش لا داك بيض البيض نرميه؟ لا، حابه دالو انني نستغلو وندير لكم به الميرانغ. اوكي، نبداو على بركه الله. اش غيخصوني في هاد الميرانغ؟ 200 غرام ديال السكر، فانيا وحده، و 3 البيضات. هاد 3 البيضات غناخذ صفر ديالهم، غندير به كريم باتيسري والبيض البيض ولا غادي ندير به الوصفه ديالو ما اللي هو الميرانغ. على بركه الله، اول شيء غنبداو نصفيو. اول شيء غنبدا نعزل البيض البيض، غنحطو هنا، او صفر البيض غنحطو في الاناء الاخر. ما خصش يدوز ليا حتى نقطه ديال صفر البيض، ما خصهاش تدوز ليا في الاناء. واول وثاني شيء ما خصش تكون عندي حتى نقطه ديال الماء باش يسلق ليا الميرانغ. هاد الميرانغ اللي انا غنصوب لكم غيكون طايب. وكاين ميرانغ اخر اللي ما طيبش، غادي نديرو ان شاء الله مره اخرى. هذا تيجي زوين صراحه، ممكن تيري في الحلويات عندك، ممكن تصيبيه بوحدو كيف بغيت ندير لكم انا في الوصفه ديال اليوم. هو اذا كنتو بغيتو ديروه في الحلوى ماشي مشكل انه يدوز منه شويه صفر البيض، ولكن اذا كنا بغينا نصيبوه بحال هما ما خص يدوز صفر البيض مع بياض البيض. بسم الله، غنديرو سنيده ديالي 200 غرام كامله ديال سنيده، وغادي ندير فانيا ديالي بحال هكا ونخلطو مزيان، عاد نديرو في كاسخول ونردو يطيب. كيف تشوفو غادي نديرو في الكاسخول ديالي وغنضو يطيب بالعافيه، وغادي نوريكم الطريقه. لاحظوا على الكاسخول ديالي ما تتبقاش في نفس المكان، يعني باش يحصل على درجه الحراره في الكاسخول. حاولي نحركو مزيان الميرانغ ديالي حتى تيسخن مزيان. بالنسبه للناس اللي باقي ما تيعرفوش يطلعوا الميرانغ، حبدا انك ديري حمام مريم، يعني ديري كاسخول فرا من تحتو وتبداي تحركي فيه بحال هكا حتى ياخذ هو ديك درجه الحراره. بان انا خصو شويه تكمل هكا. نبداو نحركو في الكاسخول ديالنا حتى يحصل على ديك درجه الحراره ديال الكاسخول باش ما يتبش لينا البيض. هاد الاثناء من بعد ما الميرانغ ديالنا سخن، thank you.
مزيانه طلع خصو يجيكم بحال هكا بحال هكا. دابا هذا مزيان. دابا غادي نعمرو في البوش وغنوريكم الطريقه كيفاش غنطيبو هاد الميرينغ. دابا كيف ما تشوفوا الميرينغ ديالنا جاهز، خديت واحد البوش غادي نعمر فيه الميرينغ باش نطيبو. هذه وصفه جميله انكم ديروها للدراري خصوصا فهاد الحاجه اللي حنا عايشين فيه دابا اللي هو راسهم بها. دابا غادي ندير الميرينغ ديالي، نحاول نديرهم كبار تيجيو زوينة صراحة. كيف ما تشوفوا من بعد ما درت الميرينغ ديالي لي تزيين لي تزيين فقط يعني كل واحد شنو ممكن. اولا قبل كاع ما تديروا هكا الا بغيتوا فيه الوان دي كولور ولا مثلا تنسموا بشي اشياء تديروا معاهم تخلطوا معاهم. انا فقط غنزينو بشويه ديال لي فيرميسي نوا وغادي نردهم كيف تشوفوا شويه ديال فيرميسي. شوفوا على حسب اشنو بغيتوا نتوما وغادي نردو يتيب في الفران صافي. دابا كتشوفو هاهو الميرينغ ديالي جاهز غنردو يتيب. بالنسبة للطياب في الفران تطيبو على درجة حرارة 140 درجة في الفران الكهربائي. ما فيما يخص الفران ديال الغاز غديرو واحد الدرجة بطيئة يعني غديرو بطا ناقصة بزاف باش يتيب لكم الميرينغ. مي إلا نتوما درتو رفعتو درجة حرارة ما تطيبش الميرينغ تيجي معجن. دابا كيف ما تشوفوا من بعد ما طاب الميرينغ ديالي تيجي على هذا الشكل. هاهو غادي نقدمو ليكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش يجي. دابا هذا هو الميرينغ ديالي، كندير فيه ديك فانيا باش نحيد ديك النسمة ديال البيض مبقاش فيه. دابا كيف ما تشوفوا هذا هو الميرينغ اللي صورتلكم اليوم بالصحة والسلامة وراه اقتصادي صراحة كيف ما تشوفوا هذه الوصفة ديال اليوم. تشوفوا هذه الوصفة ديال اليوم اقتصادية بزاف عجبت الدراري، نتمنى انكم تجربوا عليهم. وإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش ديما مشتركش عندي في القناة ديالي دير لي اشتراك وخليو لي لايك وعلاش لا ديرو شي تعليق.